ده التاني رفيع جدا. التاني رفيع جدا. مش هو ده يا مدي يا اجنبي؟ مش هو ده مش هو مش هو ده والله عارف ان مش هو. امشي بقى مش هو ده. وريني كده بس كمان نص ساعة اليوم السابع. ايه دوا السيف بعد اذنك بعد اذنك. ايوه هو ده ورهوني ورهوني. الرجاله بتعيط. ايوه انا خايف ياخدوه. مش هياخدوه. محدش هياخده يا عم. محدش هياخده. ظباط الجيش. محدش هياخده. بص اهو واقف على ورهوني. هو ده بقى. هو ده بقى. تبع ايه بقى؟ تبع الجيش. بس يا جماعه الواد الرفيع ده قدامي. واقف على العربيه هناك اهوت. عرف نفسك عشان اول ما عرف. اتفضل عرف نفسك. انا اسمي بهاء صابر وناشط سياسي وحقوقي وكده يعني شويه كوكتيلات وصحفي ومدير منظمه كلنا سوا للتنميه وحقوق الانسان. وبس نقطه توضيحيه انا نسيت اذكرها في اللقاء طيب ماشي الحال. يعني انا سبب بكائي في اللقاء غالبا اللي حضرتك بتقول لي هو زمان دلوقتي اترفع على الويب سايت. اني انا كنت خاشي على الولد انه يكون تم القبض عليه من قبل الجيش زي ما تم مع الضباط بتوع التحرير اللي تضمنوا مع الثوار وتم القبض عليهم. ولحد دلوقتي احنا بنعاني في حضور محاكماتهم او التحقيق معاهم بس وليس اكثر. يعني فكانت يعني ده سبب الانفعال ولا الانهيار اللي انا كنت فيه. انا كنت مرعوب جدا ان يكون الولد تم القبض عليه واحنا ما عندناش لا بياناته ولا هويته ولا عارفين شكله ايه. بس كان كل خوف والذعر اللي انا كنت فيه دوت بسبب اني انا كنت خايف ليكون الولد اتقبض عليه فعلا. وده السبب اللي انت بتقول ده مش هو ده بدين. ده مش هو على الولد الاولاني. ايوه لان يعني الاق دوت بوزنه دوت وبحجمه دوت ما ينفعش يتسلق الادوار العاليه دي. لكن انت تيقنت بعد ما شفته بقى الحقيقي. ايوه هو ده هو ده. الاق دوت كان اعتراضي عليه بس في جسمه. يعني هو لو كان حد نحيف انا كان دخل عليا الامر يعني. ولكن هو حد بدين جدا ويعني هو يعني ما يقلش وطنيه زيه زينا زي اي حد كان مشارك في الفعاليه وهو بدوره جاي يحتج. يعني انا ما بغلطش في حد ومش حابب ان انا اسيء لشخصه. ولكن هي يعني بدنته هي اللي وضحت كشفت الصوره وكشفت الحقيقه ورجعنا تاني مره اخرى يعني لكشف المستور وهو البطل الشجاع ابن الزقازيق وهو يدعى احمد الشحات. هو حد نحيف جدا وزي ما قلت لحضرتك سابقا ان هو جسد شخصيه سبايدر مان الشخصيه الخياليه ديت في التسلق على الجدران والحوائط وواجهه العمارات لحد ما وصل للعلم وانتزعه. وهو كان رابط علم مصر على ظهره. وبعد ما نزل دورين تذكر ان العلم مربوط في رقبته. كان هو نسيه نتيجه الارهاق والمجهود اللي بذله. فرجع تاني طلع الدورين وعلق علم مصر مكان علم الكيان الصهيوني ورجع نزل تاني